تكلمنا سابقا عن الهوامش الداخلية والخارجية، الآن خلينا ندخل في أول مجموعة أدوات مهمة لابد أنه نتطرق لها في عملية التصميم، ألا وهي اللاي أوت. مجموعة اللاي أوت هنا متعددة، ويتيح لك نمط WPF، مجموعة من اللاي أوت اللي تمكنك من عملية ترتيب الأدوات. فأنا حتى أضمن عملية ترتيب الأدوات بشكل متناسق ومتجاوب مع الشاشات، فأنا لابد أن أوضعها داخل لاي أوت معين. فخلينا مثلا أبدي بحذف هذا البوتون. أول لاي أوت هي ليست بلاي أوت، إنما هو بوردر. البوردر هنا استخدامها يكون كلاي أوت، وبنفس الوقت تقدر تستخدمها كبوردر لعنصر معين. خلال هذا الفيديو راح نبدأ نتطرق إلى البوردر، لكن البوردر جدا بسيط، لكن مضمونه انه راح نتعرف على مجموعة الادوات، مجموعة البروبرتيز اللي في الاصل تكون متشابهة مع مجموعة اللاي اوت الاخرى ومجموعة العناصر الاخرى. فخلينا اسقط بوردر معين، اوكي عفوا بوردر، ابدي اسحبه بهذا الشكل. البوردر هو ايش يمثل لك؟ يمثل لك عنصر هو بوردر بالاساس، ولكن يعتبر حاوية. يعني على سبيل المثال انت عندك بوتون وتريد تضيف له بوردر، ايش راح تضيف؟ البوردر، وتضيف البوتون داخل البوردر. انت ايش عندك؟ عندك تكست بوكس، مربع ادخال معين، تضيف له بوردر وتبدأ تخصص هذا البوردر. فابدا اضيف البوردر وابدا اضيف التكست بوكس داخله. يعني ببساطة الان لو اسحب بوتون وابدا اضيفه داخله، يعني سحب، عفوا ابدا احذف هذا، ارجع على المين، احنا نادي نشتغل، اسحب بوتون وابدي اسقطه هنا، تلاحظ داخل البوردر. فايش لو تلاحظ في الاسفل الان البوتون اللي انا ضفته وهذا البوردر راح يحتوي لك على مجموعه الخصائص، من ضمنها البوردر براش، البوردر ثيكنس، اوكي الثيكنس الخاص فيه، الهوريزونتال الاينمنت، الهيت الخاص فيه، المارجن الخاص فيه، والفيرتيكال الاينمنت، والويث. اوكي داخل هذا البوردر، هذا الوسم الفتح ووسم الغلق، داخله موجود عندك البوتن. تلاحظ انه البوتن لا يحتوي لك على اي خصائص، مجرد انه يحتوي لك على النيم وعلى الكونتنت، اي لا يحتوي لك ويف، ولا يحتوي لك هايد، ولا يحتوي لك مارجن، ولا الخصائص الاخرى. لماذا؟ لان هذه الخصائص هو اخذها بشكل تلقائي من البوردر، يعني خصائص البوردر هي تمثل لك خصائص البوتن. فتلاحظ انه المقابس الخاصة في المارجن هي محكمة، يعني لوك على البوردر. فالآن لو أبدي أغير السايز الخاص في البوردر، بالحقيقة هو يمثل لك إيش؟ هو يمثل لك البوتون. أوكي فالآن خلينا أحذف هذا البوتون وأبدي أغير مجموعة من الخصائص الخاصة في البوردر. بالحقيقة إنه هو إحنا نغيرها حتى نتعرف على مجموعة الخصائص. أبدي أزيد بهذا السايز وأبدي نتطرق إلى مجموعة الخصائص. طبعا في البداية نقدر نغير ايش؟ نغير البراش الخاص فيه. هنا الباك كلر، وهنا عندك البوردر براش. تلاحظون الباك جراوند مالته هو نون، باعتبار انه الان ياخذ الباك جراوند اللي موجودة عندك في الخلف، فهو معطي نون. البوردر البراش الخاص فيه تلاحظ اللون في اللون الاسود، اقدر اغيره الى اي لون، او اقدر اختار جريدينت معين، يعني من لون الى لون معين، واقدر اختاره على اساس يكون عندك صورة معينة تقدر تكونها على أساس هي تكون عندك بوردر. بنفس الوقت أستطيع أن أضع باك جراوند معينة على أساس تكون عندك خلفية ككلر معين. أيضا من خلال الماسك أستطيع أن أخذ ماسك من أي شيء على الشاشة موجود عندي، أوكي، أو أقدر أضع فد جريدينت معينة، يعني لون أول ولون ثاني، وابدي بعمل جريدينت معين، تدرج لوني معين. طيب بنفس الوقت استطيع انه اعمل ابدي بادراج صوره. كيف اقوم بادراج صوره؟ عمليه بسيطه جدا، كل اللي انت تحتاجه هنا انه انت تجلب الصوره وتقوم بوضعها داخل البروبرتيز. لو تذهب لي هنا على البروبرتيز راح تجد عندك ريسورس، فايش تعمل؟ تعمل اد، تعمل اكزيتنج فايل، يعني ملف موجود عندك سابقا، وتعمل لي اد هنا على الديسكتوب مثلا، ابدي اختار اي صوره من هنا. فحتى احنا جلبنا طبعا هذه الصوره، ف
فالآن جلبنا الصورة إلى البروبرتيز إلى السورس، فمن هنا من الإيميج سورس أبدي أختار هذه الصورة. إذن هذه الصورة لك الحرية بوضع الستايل الخاص، هي سواء تكون عندك فول أو يونيفورم أو تكون عندك يونيفورم تو فول أو أي شيء آخر، هذه الخصائص كلها إحنا متعارفين عليها في الويندوز 4. أيضا بنفس الوقت تستطيع أنه تقوم بوضع بروبرتيز أخرى في الابيريانس. هنا تستطيع وضع اباسيتي، يعني مقدار الشفافيه، مقدار 80، خاصيه جدا مهمه راح تستفاد منها في عمليه التصميم وهي غير متوفره في الويندوز 4. هنا خاصيه الفيزيبيليتي الاظهار، لما تعملها طبعا هيدن راح يختفي عندك، في الحقيقه هي فيزيبل بشكل افتراضي. هنا عندك البوردر ثيكنس، مقدار الثيكنس الخاص في البوردر، تستطيع انه تعرفه من اتجاه الرايت والليفت والتوب وبوتون. إضافة لذلك يمكن تعمل كورنر ريديوس، يعني تعمل حواف كورنر بالنسبة إليه، وأستطيع أنه أقوم بإضافة مجموعة الإفكت. أوكي، مثلا على سبيل المثال جلينيو، الآن بشكل افتراضي ما راح توجد عندك هذه الموجودة على الدف الأعلى. لماذا؟ لأنها يعني خاصة في الدف إكسبريس، راح تجد عندك هذه الموجودة عندك في الأسفل. في الحقيقة في السيستم دوت ويندوز عندنا تو بلور افكت، يمكن تحمل افكتات، تعمل انت افكتات معينة. على سبيل المثال اطبق عليه البلور افكت، هذه خاصية جدا مهمة يمكن تستفاد منها في عملية التصميم، اقول له اوكي، فالان راح يطبق لك البلور افكت. في الاسفل ماذا يحدث عندك في الاسفل، يعني في الكود لو تلاحظ انه الان البوردر تم اعطاء ثيكنس اليه وهوريزونتال الاينمنت، وتم اعطاء بوردر افكت داخل وسم بوردر افكت، تم جلب البوردر افكت اللي احنا قمنا باعطائه. الان مثلا لو ابدي اذهب الى البوردر افكت هذا اللي انا طبقته في الحقيقه، وابدي اغير مقدار الريديوس اجعله مقدار 4، تلاحظ انه الان تم اعطاء ريديوس مقدار 4. اوكي، او لا ابدي اغير في التايب الخاص فيه اجعله على شكل بوكس، تم تغيير الكرنال تايب الخاص فيه على اساس يكون بوكس، يعني لغيره من نايب يتم توليده بشكل افتراضي، او انت تستطيع كتابته بشكل مباشر عن طريق كود XML. هنا داخل البوردر تم اعطاء ايمج، وتم اعطاء الايمج سورس الخاص فيها، وتم اغلاق الوسم الخاص في البوردر دوت باكرون والبوردر دوت بروش، يعني في الاتجاه هو يذهب الى الكاتيجوري كوسم ويفتح الخاصيه ويعطي القيمه الخاصه فيها، ثم بعد ذلك يبدا يغلق الخاصيه. تلاحظ هنا في اللينير جريدينت تم اعطاء الكلر على اساس يكون عندك جريدينت توب اس توب. اوكي، وهنا انا اخذها بالبلاك، هنا اخذها على اساس يكون عندك كود. اوكي، ثم بعد ذلك غلق الوسم الخاص في اللينير بروش، ثم بعد ذلك البوردر دوت بروش. يعني هذا الكود تم توليده عندك بشكل تلقائي، لكن في الحقيقه هو من الافضل انه انت تتعلم تكتب هذا الكود.